قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. يترقب عشاق وأنصار الزائم السعودي يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022 من أجل استقبال لقب جديد قد يدخل إلى دولاب بطولة أحد أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف مساء الخميس ملعب صداد الأمير فيصل بن فهد الملز في العاصمة السعودية الرياض فعالية النسخة الثامنة من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تجمع بين الفيصلي والهلال، حيث يطمح الأول إلى أولى ألقابه في المسابقة، بينما يأمل الآخر في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب المحلي الثالث بعد دور المحترفين وكأس خادم الحرمين.